5 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. بطولة الدور بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية، محاولة خطيرة والهدف، هدف أول في بداية اللقاء لبداية المنتخب التونسي. كان هناك خطأ على مستوى التغطية الدفاعية، استغلوا المنتخب التونسي تقريبا 15 ثانية الأولى، منتخب التونسي تمكن من تسجيل الهدف بواسطة اللاعب خليل عياري. خليل عياري كيتمكن من تسجيل هانيس بن شاوش. كرة مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني. لقاء الترتيب كان انهزم فيما اللقب كان عاد. مشات كرة في جيل أسرة في ذات المنتخب التونسي. يوسف بشا، يوسف بشا ترفعت داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع إبعاد الكرة. ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لفي ذات العناصر الوطنية. تدخل ديال الحارس، تعود المحاولة لفي ذات المنتخب الوطني المغربي. التغطية كانت حاضرة بالوطن المغربي. تلعبات الركنية، تمريرة، هذه فرصة داخل منطقة الجزاء كانت الرأسية ديال ريدر اللي اعتمد معاما رفع الكرة. هذه فرصة البحث عن الرأسية ديما الخطورة. فرصة 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 الهدف، فرصة الهدف تعطيك أكيد المعلومة بالنسبة للجماهير الآن الناشئة والجماهير اللي يمكن معاها. تنفذ هذه الركنية، تلعبات الكرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لفتات المنتخب الوطني المغربي. دائما محاولة إمكانية التمرير، تعبات الكرة دائرية، هذه فرصة تسديدة أرضية، تدخل الدفاع دائما محاولة في ذات المنتخب الوطني المغربي الرأسية. لاحظوا تسديدة عثمان معامة، هنا المحاولة اللي عرفت تدخل علاء الدين الدربالي ديال المنتخب التونسي. هذه محاولة، مشات الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن خروج الحارس. معاد الضحاك، الضحاك رفع الكرة في القائمة الثاني، تدخل الحارس. لو كانت المتابعة ببلادنا فوز أمام منتخب الكابون 5 ديال الاهداف. كره في الجهه اليمنى، علي معمر كيلعب الكره الطويله في اتجاه اللاعب عثمان معامه. عثمان تغطيه حاضره، احتكاك يعني كان عادي، البحث على الكره. تمرير عند اللاعب علي معمر، رفع الكره، هذه فرصه ضربه مقص ولا المنتخب الجزائري تونس 70. هذه فرصه لفتات المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء، تدخل ضغط بالنسبه للعناصر الوطنيه. ممتاز ممتاز، فرصه امكانيه التمرير، فرصه الهدف ولكن تدخل وابعاد الكره. عثمان معامه كنقول بانه قام بكل شيء، دخول داخل منطقه الجزاء، المراوغه، نتابع الراسيه، تدخل الحارس دائما الكره لفتات المنتخب الوطني المغربي. علي معمر، فرصه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل المطالبه بالخطا، كره مرات من امام مرمى، محاوله خطيره لفائده المنتخب التونسي. خليل عياري لعب عثمان معامه، تدخل الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا. عثمان معامه، فرصه تدخل الحارس، تسديده عثمان معامه وتدخل الحارس ريان بسبس في الكره الاخيره. كانت فرصة لفتات المنتخب الوطني المغربي. دخول الحكم، حكم كيطلب مواصلة اللقاء. دائما الكرة لفتات المنتخب الوطني المغربي. فرصة ومحاولة لفتات المنتخب الوطني المغربي، دائما محاولة، هناك المطالبة بضرب الجزاء. الحكم كيوقف اللاعب في الوقت اللي كانت اللي كان المطالبة. لمسة يد كانت واضحة من طرف أمان الله. خاطر لفتات المنتخب التونسي في الوقت الحكم كان خطا لفتات المنتخب الدائريه الراسي ديال بودلال ولكن كره مره جانبا. صعود عبد الحميد كعب محاوله داخل منطقه الجزاء، امكانيه تسجيل مكافئ، امكانيه تسجيل، تدخل الدفاع. كانت فرصه ومحاوله دائما لفتات خروج حارس مره اخرى ريان، تسديده الكره بالكعب، دائما محاوله، فرصه، تدخل الدفاع وابعاد الكره. الضغط الان من طرف العناصر الوطنيه، لابد المحاوله اللي عرفت تدخل الدفاع ثم سعد الحداد كان بامكانه يوضع الكره في الشباك لولا تدخل نفس المجموعه. رضا العلاوي مشى الكره في جيل الاسرى، فؤاد الزواني هناك خطا. قدم اكيد منتخبات المغرب مصر تونس ليبيا الجزائر محتلين المركزين الاول والثاني، غادي يتاهلوا مباشره للنهائيات. المحاوله امكانيه التمرير على مستوى الجيل الاسرى، تواجد اللاعب فؤاد الزواني. كره معاد الضحاك، معاد الضحاك يسدد فرصة والهدف، هدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يعني في بداية هذه الجولة الثانية من كرة ثابتة، معاد الضحاك
كيتمكن من وضع الكره في الشباك وهدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي في افضل واحسن توقيت بالنسبه لهذه الجوله الثانيه. الذكاء كان كبير من لاعب معاذ الضحاك وبالتالي فرحه كبيره للاعبين وللطاقم التقني اكيد تحت قياده محمد واب. تابع هذه المحاوله ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء فرصه تدخل وابعاد الكره كانت محاولة من المراوغة أولى وثانية هذه فرصة تسديدة القائم مرة أخرى فرصة يمكن الهدف الثاني تدخل وكرة مشات فوق المرمى ردت فعل الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر ثم محاولة تسديدة مشات فوق المرمى كانت محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة سعد الحداد لاعب فريق فينيزيا الإيطالي كان بإمكانه يسجل هدف ثاني عند اللاعب سعد الحداد. هذه محاولة تدخل إبعاد الكرة كرة داخل منطقة الجزاء هذه فرصة رأسيات جانب عالي في الوقت للحكم كاين الخطأ تدخل أمام خليل عياري عياري كرة فوق المرمى بعيدة ضربة كتدور بالمغرب بين ملعبي الأبجيكو وملعب البشير. منتخب الوطن المغربي انتصر في اللقاء الأول بحصة كبيرة أمام المنتخب المصري 5 أهداف مقابل هدف واحد والمنتخب حيد. ترجع كرة في ذات العناصر الوطنية كرة أقرب لفؤاد الزواني احتفظ بالكرة حداد رفع الكرة هذه فرصة رأسية لمحتل الرأسية ديال اللاعب أيمن الرقيق ولكن كان تدخل الدفاع وتدخل الوطني المغربي تفدت الركنية كرة رفعت تدخل الدفاع لاحظوا الكثافة العددية بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي ما كانش هناك خطأ صباح الآن مرتدى هجومي التغطية استرجع كرة بشكل ممتاز لاعب سامي المرابط هذه فرصة تغطية ممتازة لاحظوا العودة ديال اللاعب فؤاد الزهواني أمام لاعب يوسف بشا هناك في الوسط تمرير من سامي المرابط على مستوى الجهة اليمنى محاولة آدم مختاري ترفعت الكرة الرأسية الضحاك محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي فرصة والهدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة اللاعب رضا العلاوي رضا العلاوي كيتمكن من تسجيل الهدف جميل بعد التمريره رضا العلاوي كيتمكن من وضع الكره في الشباك لاعب فريق الفتح الرياضي وهدف ثاني المنتخب الوطني المغربي ريمونتادا ريمونتادا والعوده من جديد بقوه في هذه المباراه تسجيل الهدف الثاني طريقه ممتازه وتلعبات الكره من الخلف التمريره اللاعب رضا العلاوي اللي